الله يسهل عليهم، الله يسهل عليهم يا رب، الله يسهل على اي واحد كيبحث على لقمه عيش حلال. يعني قرف الخبز صعيب، الله يسر لاي واحد كيجيبها بدراعه. شي نقدروا نقولوا، وهذا هو عنوان ديال هذا المباشر مشاهدينا الكرام. عاجل من كازا امام مسجد حسن الثاني، صياده تبارك الله عليهم، الله يسهل عليهم. يعني داخلين في عز البرد، اولا رمضان الصباح الحر هيج، داخلين بشومبرير قلب البحر بحثا عن لقمة عيش حلال. الله يسر لهم، الله يسهل، الله يسهل عليهم عفوا، الله يسر الجميع. كيف ما ذكرت لكم، الله يسهل على اي واحد كيبحث على حلال، الله يسر اي واحد كيجيبها دراعو. فهادشي اللي نقدروا نقولوا، الله يحفظهم يا ربي من كل شر. الناس يعني تبارك الله عليهم، اقل حاجه نقدروا نقولوها حقهم انهم كيجيبوها بدراع او كيجيبوها حلال. يعني ما كيتسناوش اي واحد يعطيهم، فاق الصباح يدخل يدمر عليها، يدخل يجيبها من قلب البحر. فالله يسهل على اي واحد كيجيبها بدراعه، واش نقدروا نقولوا. فمشاهدي قناه شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. نحن كنتواجدوا أمام مسجد حسن الثاني في البحر. الناس أو السيادة مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات داخلين البحر، وخا هيج، يعني البحر هيج واحد الطريقة ما يمكنش. فالله يحفظ السلامة، الله يسهل على هاد الناس هادو. السيادة داخلين بشومبرير، وخا البحر هيج بحثا عن لقمة عيش حلال، الله يسهل عليهم. والله يسر لهم يا رب. يشوفوا معنا ملي كيدخل تاني، كيدخل يعني البحر كما كتشوفوا، البحر هيج 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 واحد الدرجة ما يمكنش. يعني هانتوما كتشوفوا البحر هيج، هاد الناس الله يسهل عليهم. كيجيبوا حلال، يعني الله يسر لهم يا ربي، الله يسهل على الجميع. يعني بحثا عن لقمة عيش حلال، كيجيبوها بدراهم هاد الناس هادو، تبارك الله عليهم. كيف ما كتشاهدوا معنا على المباشر، يعني الضبابة والبحر هايج، وداخلين كيجيبوها من قلب البحر. هادو هما الناس اللي الصراحة خاصة نعطيهم واحد كلمة حق وواحد التحية وتقدير. هادو هما الناس اللي تبارك الله عليهم، بكل صراحة اللي خاصنا ديما نتلاقاو معاهم، نقولو الله يسر لكم، الله يسهل عليكم. هادو هما الناس اللي كانوا كيبيعوا هاد الحوت اللي كيجيبوه من قلب البحر، خاصنا ناخذو من عندهم. هادو هما الناس مشاهدي الكرام اللي كيغامروا او انهم كيجيبوه حلال، يعني وكيجيبوها من فم السبع كيف ما كنقولوا، هما هادو الناس. فالله يستر لهم، الله يسهل عليهم يا ربي، الله يحفظهم من كل شر. الصراحة كتشوف ناس مقاتلين على قبل وليداتهم، أو مقاتلين على قبل عائلتهم، في أي خدمة كيف ما كانت، أي عمل كيف ما كان، المهم أنه يكون حلال، المهم أنه يكون حلالا طيبا. ف اللهم ارزقنا حلال، هادشي اللي كندعيو. وهاد الناس الله يسر لهم، هاد الناس الله يسهل عليهم، الله يحفظهم من كل شر يا ربي. يعني كيف ما كتشاهدوا، واخا البحر هايج وعلى المباشر حنا كنتواجدوا حاليا مشاهدينا الكرام، البحر هايج، كاينه الضبابة، صيادة داخلين قلب البحر بشومبرير. الله يسهل على الجميع، والله يسر للجميع مشاهدي قناة يشوف تيفي. مبقاش كيبان، كندعيو معاه، كاملين ندعيو معاه. أي واحد كيشوف هذا المباشر أنه يدعي مع السيد، يدعي مع بحال هاد الناس اللي كيجيبوها حلال، يدعي معاه بأن بالتيسير، يدعي معاه بأن ربي يسر لهم أمورهم، يدعي معاه بأن ربي يحفظهم. فالله يسهل عليهم، الله يحفظهم من كل شر يا ربي. على المباشر مشاهدينا الكرام، السيادة داخلين قلب البحر بشومبرير وخايج بحثا عن لقمة عيش حلال، الله يسهل عليهم، والله يسر لهم يا ربي.
نشوفوا معنا واخا البحر هايج البحر هايج هايج تاع بصح، ناس داخلين كيقلبوا على طرف خبز بيسال.